أنا أجزم أن أحلى ما في موسم الرياض هي أم نايف صراحة. الكل اجتمع على أنها النسمة الرقيقة والمكان الحلوة اللي أبسطتنا وأسعدتنا بكلامها. أم نايف أنا سعيدة اليوم أني بلتقيك. والله أنا سعد بشوفتك. الله يسعدك. قولي لي وش أكثر حاجة في البوليفارد عجبتك؟ والله كل حاجة، والله ما أقدر أميز أي شيء، كل حاجة فيها يجذب. طيب حضرتي حفلة موسيقية في فنانة تحبيه؟ قولي لي. والله حضرتنا البارح في مطعم أبو سارة عبد الجوهر. تحبي فنان تحضري له زيادة؟ والله أتمنى 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 أحلام أني أحضر حفلتي ومحمد عبده. الله اختياراتك راقية يا أم نايف. الله يسعدك. قولي لي بعد زيادة وش أنت قلتي في الفيديو؟ بقعد لما يطيح اللي في راسي. وهذه كل ما شفت أحد قال لي نفس الكلام. ما بعد والله طاح. ما طاح لسه.